السبت شيء عرضت رأي يعني بالنهاية يحترم رأيها حتى لو كان أي أحد ضد هذا الرأي. أنا فقط أنا بس لاحظت ملاحظة صراحة لربما الجمهور يمكن صار في عنده لبس إنه كأنه الحوار تحول بين إسلامي ويساري، وهو ليس هكذا. الموضوع ليس حوار بين إسلامي ويساري، الموضوع حوار مع القوانين أو ضد القوانين. هي أجت تلقائياً إنه مثلاً أنا كنت إنسانة محجبة والسيد رياض هو من حزب النهضة أو إخوان مسلمين والست منى قد تكون لديها فكر متحرر، هي أجت هيك بالصدفة. لكن اختيار الأماكن يمين ويسار بالحظ يعني. الموضوع ما تحول بين يمين ويسار، هو موضوع يناقش أنت مع أو ضد هذا الموضوع. حاب أرجع كمان، صار في لبس بعدة أمور. موضوع العلاقات بين الجنسين انتم دخلتوا فيه موضوع اللباس والعرض العمومي والتعري والمواد الإباحية. في موضوع أساسي يجب أن نعود له، موضوع هويتنا العربية والإسلامية، أو حتى إذا بعض الأشخاص يعترضوا على قول هوية إسلامية في دولة تتعدد فيها الطوائف والديانات، إذن أين هويتنا العربية؟ المشكلة التي نلاحظها صدقاً في جميع بلداننا العربية، نحن ننزاح نحو فقداننا لهويتنا، بحيث أنه اعذروني أنه أستخدم مصطلح هويتنا أصبحت ممسوخة. يعني على سبيل المثال أنا أسير في تونس، أعجبني جداً موضوع أنه فعلاً الفتاة بتلبس شو ما تلبس ما بتتعرض لموضوع معاكسات، هذا بحد ذاته بدل على ثقافة وعي. لكن لاحظت ملاحظة، طيب أين هوية الدولة العربية في تونس؟ أنا هاي لم ألاحظها، واعذروني جداً إني لم ألاحظها، هوية الدولة العربية في تونس لم ألاحظها. كلام بالفرنساوي، لبس في تعري، أنا أعذروني، هاي مجرد ملاحظة. أنا إلي يومين في تونس وصرت في جميع شوارع تونس، يعني الصديقة هبة مشتني في الشوارع العريقة والشوارع الحديثة، لم ألاحظ هوية عربية. موضوع آخر، موضوع اللباس. حين نتحدث عن اللباس، إحنا أهم شيء نحافظ في دولنا العربية، اللباس ليس معناه إنه نفرض على أي فتاة الحجاب، لا طبعاً، هاي حرية شخصية، ولا يحق لأي أحد حتى في الإسلام لا يحق لأي أحد أن يفرض على أي شخص موضوع التدين أو موضوع الحجاب. كان أيام الدولة الإسلامية في الأندلس وهي كانت في قمة حضارتها ودستوريتها، كان النساء يسرن بأي لباس، لكن في هوية واضحة أنه هوية إسلامية في الدولة. لو عدنا فعلا لتاريخنا اللي أصبح ممسوخ واللي إحنا للأسف انفصلنا عن تاريخنا العربي والإسلامي الآن. أيضا موضوع التعري والمواد الإباحية، يا جماعة من منا في دولنا العربية مع التعري وعرض المواد الإباحية في الأفلام؟ لو أنا سألت أي شخص، لو سألت أي شخص في ذاته سواء كان مسلم أو غير مسلم، يرفض التعري والمواد الإباحية. هلا الموضوع كمان المواد الإباحية في الإسلام، ممكن تصير في فعلا حاليا إشكالية بموضوع حكم الإخوان المسلمين وتخوف الناس بمصر من إنه الإخوان المسلمين يمنعوا الأفلام ما إلى ذلك. إحنا إذا رجعنا، الأفلام مباحة، كيف ما يمثلوا الأشخاص يمثلوا، لكن على الأقل إنه يكون في خطوط حمراء. موضوع التعري الزائد مش المفروض يكون في الأفلام، موضوع الإباحية مش خصوصا الإباحية الجنسية اللي سببت انتشار هذا الموضوع في دولنا العربية مش المفروض تكون بالأفلام، وهي من حق أي دولة إنها تمنعها في حال إنه فعلا بدها تحافظ على هويتها. وحابة بس أذكر، إذا إحنا بدنا نرجع لكونه بنستشهد كتير بحرية التعبير في الدول الغربية، فرنسا اللي هي معروفة إنها دولة أوروبية وبتحترم حرية التعبير وإلى آخره، هي تحترم ثقافتها، فمنعت أي امرأة من إنها تخرج في الحجاب والخمار بقانون موجود بقانونها. أنا أحترم فيهم احترامهم هم لثقافتهم، في الوقت اللي إحنا ما بنحترم فيه ثقافتنا بقوانيننا المفروض مستندة على شكراً لك.